معكم عاقل مصطفى، فنان تشكيلي. بالمناسبة كنظم هذا المعرض في كافي مقهى كافي ليش، وكنقدم مجموعة ديال الأعمال البداية ديال المشوار ديالي، عبارة عن أعمال فنية كاين منها الجديد والحديث، كتمثل المسار ديالي الفني على طول هذه المدة، وهي أعمال مختلفة من حيث المدارس، من حيث التقنية، من حيث، وكنتمنى نقدم شي أعمال أخرى، وكنتمنى المزيد نعرض مازال أعمال أخرى جديدة تمثل المسار الحالي. وبالمناسبة كنشكر مقهى كافي ليش ولجميع المشرفين على المقهى اللي فتحوا لي المجال، وهي بادرة حسنة، ونتمنى يكونوا فنانين اخرين تقدم مسارات فنية لشباب وفنانين مرموقين، وهي فرصة ايضا لكتاب وشعراء ومهتمين من الرأي العام. وبالمناسبة كنرحب بالجمهور والمهتمين وساكنة المدينة الجديدة التي أفتخر بهم كثيرا، وهي فرصة للقاء بهم وزيارة هذا المكان الجميل. ما أحوجنا لهذه المقاهي الثقافية.